مساء الخير على كل متابعينا متابعين قناة راديو كورة على اليوتيوب. النهاردة معانا مجموعة من الأخبار الرياضية، خلينا نبدأ بالعناوين الرئيسية لكن بعد الفاصل. مارتينيولي يعتدي على مشجع أهلاوي. اعتدى مارتينيولي المدير الفني لفريق الأهلي على أحد مشجعي النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، وقد تعادل الأهلي مع زيسكو الزامبي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ليقلص بذلك من فرص تأهله إلى الدور القبل النهائي في البطولة الأعرق في القارة الأفريقية. هذا وقد قام المشجع بالصراخ في يول الذي كان يجري لقاء تلفزيوني، وأخبره بأنه فاشل وغير جدير بقيادة المارد الأحمر، وعلى الفور خرج المدرب من اللقاء ليقوم بضرب المشجع أمام شهود عيان. خلينا نتابع الفيديو. You are a big ass! You are a